السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم تيك فروم دي ال. اليوم لدينا الشرح عن موقع لي تي ار اكس. قبل البداية بالشرح اذا سوي الاشتراك في القناة دعمنا بالضغط على زر اللايك لنستمر ان شاء الله. كما ترون معي هذه واجهة الموقع. اول شيء طريقة التسجيل، تقوم بوضع هنا الموبايل نمبر وهنا اللوجين باسورد، تدخلون السكيورتي باسورد والانفايت كود تسجلونه في الوصف او يمكنكم التسجيل من الرابط مباشرة. بعد ذلك تقوم بادخال كود الكابتشا الذي هنا وتقوم بالدخول الى حسابك. عفوا، نقوم بالدخول الى حساب. كما ترون معي هذه الوايت بيبر الخاصة بالموقع، كما يمكنكم قراءتها سجدها في الوصف، يمكنكم الاطلاع عليها وقراءتها. طبعا اول شيء الموقع سيعطيك الف تي ار اكس مجانا عند التسجيل، يمكنك السحب منها. اول شيء ناتي من هنا الى النوتيفيكيشن، هنا ستجد الليسنس الخاصه بالموقع كما ترون معي هنا، يمكنك قراءتها ورؤيتها من هنا. هنا ستجد بعض المعلومات عن الموقع، بعض الصور كما ترون معي هنا، يمكنك رؤيتها من هنا. طبعا نرجع هنا سجد الوايت بيبر الخاصة بالموقع مثل ما قلنا هنا. ايضا هنا سجد التليجرام جروب الخاص به، يمكنك التواصل معه عن طريق التليجرام. هنا سجد اللاست انونسمنت كما ترون معي، سجد هنا بعض المعلومات عن الموقع مثل هنا الخطط الموجودة في الموقع. طبعا ديبوزيت من 1 إلى 30 ألف تي ار اكس، ستحصل على 2.5، ومن 30 إلى 200 ستحصل على 3%، ومن 200 إلى 500 ألف ستحصل على 4%، من 500 إلى 1 مليون ستحصل على 5%، وأكثر من 1 مليون ستحصل على 8%. كما ترون معي هنا البروموشن ريوردز إلى غير ذلك. نرجع الآن، طريقة الإيداع تأتي من هنا إلى الديبوزيت، تقوم بأخذ الأدرس الذي سيعطيها لك الموقع. طبعا المينيموم ريتشارج كما ترون معي هنا هو 5 تي ار اكس، يمكنكم قراءتها من هنا. طبعا نذهب الآن ونقوم بالإيداع أمامكم. ندخل هنا الأدرس، عفوا ضغط نكست، ندخل هنا 20 تي ار اكس ونضغط على ساين، وكما ترون معي transaction submitted. الآن نضغط على done وننتظر الإيداع حتى يصل. تضغط على get the deposit amount وستنتظر وصول الإيداع الخاص بك بعد الضغط على get the deposit amount. طبعا الآن ننتظر الإيداع الخاص بنا حتى يصل. هنا ستجد الشير رابط إحالتك من هنا، ستجده يمكنك أخذه كوبي ومشاركته مع أصدقائك والربح من الإحالات. أيضا هنا ستجد التيم، هنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 يمكنك مشاركته والربح من الإحالة. هنا الوالت اكونت، هنا البروموشن اكونت، تجد رصيد الإحالة الخاص بك. طبعا هنا البلاتفورم داتا ديسبلاي، هنا الممبرشيب، هنا اباوت اس. كما ترون معي وي ار ات اور بيست. طبعا يمكنك قراءة هذه الأشياء. هنا الجلوبال بارتنرز مثل باينانس، كوين مينت، هيوباي، بيتمين إلى غير ذلك. ننتظر. كما ترون معي هذه واجهة الموقع. أول شيء طريقة التسجيل، تقوم بوضع هنا الموبايل نمبر وهنا اللوجين باسورد، تدخلون السكيورتي باسورد والانفايت كود تسجلونه في الوصف أو يمكنكم التسجيل من الرابط مباشرة. بعد ذلك تقوم بإدخال كود الكابتشا الذي هنا وتقوم بالدخول إلى حسابك. عفوا، نقوم بالدخول الى حساب. كما ترون معي هذه الوايت بيبر الخاصة بالموقع، كما يمكنكم قراءتها سجدها في الوصف، يمكنكم الاطلاع عليها وقراءتها. طبعا اول شيء الموقع سيعطيك 1000 تي ار اكس مجانا عند التسجيل، يمكنك السحب منها. اول شيء ناتي من هنا الى النوتيفيكيشن، هنا ستجد الليسنس الخاصه بالموقع كما ترون معي هنا، يمكنك قراءتها ورؤيتها من هنا. هنا ستجد بعض المعلومات عن الموقع، بعض الصور كما ترون معي هنا، يمكنك رؤيتها من هنا. طبعا نرجع، هنا سجد الوايت بيبر الخاصة بالموقع مثل ما قلنا هنا. ايضا هنا سجد التليجرام جروب الخاص به، يمكنك التواصل معه عن طريق التليجرام. هنا سجد اللاست انونسمنت كما ترون معي، سجد هنا بعض المعلومات عن الموقع مثل هنا الخطط الموجودة في الموقع. طبعا ديبوزيت من 1 إلى 30 ألف تي ار اكس، ستحصل على 2.5، ومن 30 إلى 200 ستحصل على 3%، ومن 200 إلى 500 ألف ستحصل على 4%، من 500 إلى 1 مليون ستحصل على 5%، وأكثر من 1 مليون ستحصل على 8%. كما ترون معي هنا البروموشن ريوردز إلى غير ذلك.
نرجع الآن. طريقة الإيداع تأتي من هنا إلى الديبوزيت، تقوم بأخذ الأدرس الذي سيعطيها لك الموقع. طبعا المينيموم ريتشارج كما ترون معي هنا هو 5 TRX، يمكنكم قراءتها من هنا. طبعا نذهب الآن ونقوم بالإيداع أمامكم. ندخل هنا الأدرس، عفوا ضغط نكست، ندخل هنا 20 TRX ونضغط على الساين، وكما ترى معي transaction submitted. الآن نضغط على done وننتظر الإيداع حتى يصل. تضغط على get the deposit.